بس روحكم وقلبكم هي رساله بحد ذاتها. ماما انا صار اشتري دواء وموقف الدواء كله منتكل على القديسين وعلى ربي. لو كل انسان بفكر بغيره كان الدنيا بألف خير. عدا الهم الاقتصادي والامن والمعيشه، صار اللبناني اليوم بيعطى الهم يتحكم. بحلقتنا لليوم من بقلب الاحياء احياء رح نتعرف على عائله من 5 أشخاص ساكنين بزوق مكايل. عائله البي والام فيها بيعانوا من مشاكل صحيه مكلفه. جورج وتراز مثال لكتار من اللبنانيين عم بيموتوا موت بطيء لان بطلوا قادرين يدفعوا فحصيه حكيم ولا يامنوا حق ادويه ليتعالجوا ولا اكيد يفوتوا على المستشفى. عائله جورج وتراز محرومه من كتير اشياء وبيحلموا يكونوا عم بيعيشوا حياه طبيعيه مثل كتير عيال، بس الظروف ابدا ما عم تسمح لهم. جورج وتراز خبرونا اكثر عنكم، كم شخص انتم بالبيت؟ نحن 5 أشخاص، انا وجوزي وشاب وبنتين. الشاب عمره 23 وبنت 22 وصغيري 16. جورج حضرتك شو بتشتغل؟ انا شوفير موزع مواد غذائيه. بشركه؟ نعم. يعني اجمالا الشغل كان كثير منيح. بس الاوضاع هلا اللي عم نعيشها صعبه، عم تتراكم الامور. اكيد معاشات ما بقى تقدي. قد ايه معاشك بالشهر؟ 1,200,000. مليون و200,000. نعم. فهالاوضاع هي سابقا كانت اصعب علي بالنسبه لوضعي انا، انه باخذ دواء انا ومدامتي. هلا اكثر لانه ما عاد فينا نسكر الدواء، حتى اجار البيت، حتى اشتراك المولد او مصاريف الانتقال. صفى انه المعاش يعني ما عاد نوصل فيه على البيت يعني صراحه. قد ايه اجاره هيدا البيت؟ 335,000. عندك 335,000 كل شهر بدك تدفعهم غير اشتراك الموتور والكهرباء؟ نعم. والادويه؟ شو المشكله الصحيه اللي بتعاني منها؟ المشكله الصحيه عند المدام هي اكثر، وانا عندي، بس بحب انه هي تشرح لك وضع من جراء الاكسيدون. صرنا بال 96 وتراكمت الامور الصحيه عليها. تراز قبل ما نفوت بتفاصيل وضعك الصحي، في شاب ممثل لبناني معروف عنه انه كثير بيقوم باعمال خيريه وخصوصي بهيدي الفتره كمان ما عم يهدى، حاب يكون عم بيشارك معنا اليوم بهيدي الحلقه تنقدر نضوي اكثر على وضعك وتوصلي اكثر للناس، تنقدر قد ما فينا نجمع مساعدات وتقومي بعلاجك. وسام صليبه خليكم ميرسي على استقبالكم، كيف صحتك؟ تشرفنا. احلى حزب حياتك، شو بحبه؟ يسلمك، هيدي احلى شهاده. وسام اهلا وسهلا فيك معنا. كنا قبل ما تفوت بدنا نحكي مع تراز لتفسر لنا اكثر على وضعه الصحي بالتفصيل. كثير منيح. انا من سنه 93 تجوزت، بال 94 تعرضت لحادث السياره. كسروا اجري اثنيناتهم وعندها 23 عمليه عظم وفي تشويه باجري. هلا هيدي النقطه تعودت عليها، كل سنه عمليه انه مشيئه الله اكيد. بعدين هلا مشي 6-7 سنين لورا على هموم الحياه وعيده انه ما فينا نقلع. صار عندي شوك على المبولي، صار عندي اعصاب على المبولي، بس انا دجا ما بحب دواء الاعصاب، انا بسلي حالي بتضحك يعني بموه لحالي، ما اخذ دواء اعصاب. فالكلاوي صاروا على اخر يعني 5%، كمان ما بقدر كثير انه المبوى اللي تمشي من ورا الكلاوي. وهذا الشيء عمل لي شوك، سبب لي التهاب دم، صرت اعبي مي، عضلات القلب 45%، ودجا عندي ربو وعندي فقر دم. ومثل ما شايفتيني بضل اضحك، ضحك للدنيا تضحك لك. نعم. طيب العلاجات يلي لازم تعمليها والادويه، عرفت انه في ادويه منك عم تاخديها؟ صار لي سنة ما معي مصاري اشتري دواء، موقف الدواء كله منتكلة على القديسين وعلى ربي. ما عم باخد غير دواء سكري وبشمتله بديل لقرب بجيبه من المستوصف. ولازم كل 3-4 أشهر عالج التهاب الدم، اسحب المي، بحطوا لي دواء هني بالمصل. بس انه كورونا وغلى الدولار وكل شيء يعني سكر على بعضه. بس ما بقى فيه أعمل بس من سنة لليوم ما صار فيه مضاعفات بحالتك؟ رجعت راجعت الحكيم؟ بلا كثير عم بتضايق، يعني بضل دايخة، بضل بحس حالي بدي غيب عن الوعي، اوقات بينفخ بطني بحس عم بختنق،
من كتر المي اللي فيه. ما عندك ضمان جورج مطرح ما بتشتغل؟ عندي ضمان صحيح. ايه انا ضمان بس هلا الضمان بهالوقت اذا بدي فوت بدي ادفع مسبق تامين اقل شيء بدي ادفع 10-15 مليون. يعني انا معاشي هنجا اوصل فيه على البيت يعني محل ابدا يمكن كان شوي ضل هلا بتيت عنه ما في امل. وبالنسبه للمدام كمان عندها 8 كيلو مي هلا مجمع ببطنها يعني كمان اذا على المستوى اكثر كمان بيؤدي ل بتغيب على الواي او بتصفي ما بنعرف وين بنصير يعني هلا مرحله الدسين هن عم بخلصونا. يعني كنت عم تقلي جورج انه تراز معبيه 8 كيلو مي هو اللي لازم ينسحبه صحيح وعم بتعاني يعني من دوخه وكثير هلا هي بالبيت عم تضل تقلب قدامنه عم بتغيب على الواي عم بتغيب على الواي بتقلب من هديها مؤثر من هيك هي عندها التهابات بالدم لما يصير في مي بالجسم بيقلب لالتهابات بالدم التهابات بالدم بتؤدي لكانسر صار عندها بداية الكونسير بس ما بعرف وين صرنا ما عم فوت اوبيتال لأنه أسباب كتير يعني صعب كتير علي. هلا المدام أكيد وعندي عضلة القلب 40% كمان المستوى المي بس يصير أكتر إذا ضغط على عضلة القلب كمان ممكن تؤدي لحالة خطيرة كتير ما نحن مش منتظرينه. أما بالنسبة لإلي أنا عندي أسباب صحية أنا سنة تقريباً 84-85 تعرضت لإصابة كنت ماشي بالطريق تقوصت كنت عم بدفش السيارة مقطوعة تقوصت إجت رصاصة بإجري تقوصت أنت أو بالغلط؟ قوصوا عني صار كان في اشتباكات بصاب الكارانتينا وأنا ماشي منهم يكون قطعت من السيارة فسبب لي مشكلة بإجري هون عندي مشكلة عصب انضرب انضرب صرت اعمل له عمليتين يعني من اصبع اجري لهون او سبب لي انه ما اقدر احرك اجري كثير هاي المستوى يعني اللي بحركها وعندي كهرباء بايشي بتكهرب كثير ووجع وكل فتره بدي عمليه لها بهالاوقات هيدا ما فيني عمليه شو بيعملوا لك؟ بصير في كتل عصب تتجمع مع بعض بتسبب لكهرباء وعطل وأوجع الحكيم بيفرزون عن بعض وبيرجع بلينهم وبيزبطون. قد ايه لك مش عامل عملية؟ صار لي شيء 7-8 سنين مش عامل لأنه بس فوت على عملية بدي ادفع فرق وكمان الوضع هلا إذا بدي أعمل عملية بيطلب مني حكيم مسوق أنا بسوق كميون صغير يعني مانا شاحنة كبيرة بس ممنوع أدعس دبرياج وهيك يعني بوقف شغلي نهائيا لسبب هيدا انا مضطر انه حتى العائله دلا محفوظه بالبيت بس يعني غير موضوع اجرك كمان عندك مشكله بالقلب عندي انا مشكله الكهرباء بالقلب عندي نبضات سريعه عم باخذ ادويه لها مشان اكيد تركليش صار لي فتره صار لي شهرين حصلت على دواء عم باخذ كل يومين ثلاثه لاخذ حبه هو المفروض ياخذ 3 حبات بالنهار عم تاخذ كل يومين 3 حبة نعم عندي كم حبة بعد هون وهي راحت الكهرباء كمان يعني بيبقى الواحد مريض وقاعد ببيته على القليلة بده يشوف شوية ضوء بشي محل 100% على القليلة إذا عم نوصل الرسالة تبعيتنا وهيك لازم وراح نوصلها عم نوصلها بكل حذافيرة يعني عم نشوف حتى عم نصور حلقة وعم تنقطع الكهرباء وعم نسوي شيء عن معاناة صحية إلها علاقة حتى أن الواحد يقعد بالمينيموم تبعه ببلده بأقل شيء يقدر يقعد بكهرباء بس تعليلي يقدر يتحرك يعمل الأخبار اللي هو بده يعملها إن كانت صحية أو شيء تاني بيحملك مثلا. بعد ما سمعت الوضع الصحي لتراز وجورج يعني بهيك حالة أو بغير بلد ما فينا نقارن لبنان على غير بلدان بس بعتقد بغير بلد المفروض تكون موجودة بالمستشفى ترازا وتاخد علاجة وتكون عم تاخد علاجة على حساب الدولة على حساب الانشورنس يلي بيكون مأمن لها بطريقة كتير معتدلة وبسعر حلو ما لازم نكون نحن هلا نكون عايزين عم نحكي بهذا الشيء خاصة باللي نحن كنا نحكي من قبل عن لبنان
إذا نحن بنحب بلدنا هالقد وعنا إيماننا وعم نحكي عن أيام العز على القليلة إنه إذا وصلنا لهون بس هون ببين معدن الشعب. إذا نحن قاعدين وعم مزبوط عم نمرق بهذا الشيء وبدنا نمرق فيه وبدنا نطلع من تاني ميلة على القليلة شعب على القليلة شبه بلد عم يرجع يعيد بناية هويته. هلأ هو الوقت إذا أنا بضلنا أحكي بوزيتيف أخبار قصص إيجابية ولو زرة إيجابية هلأ الوقت إنه نكون حد بعض. هلأ الوقت نساعد بعضنا. هلأ الوقت نعمل هيك بروجرامات كما هيك بشكلكم كل قلبي سابين وإلا بلاها الخبر اللي كنا. إذا مش هلأ ما بعتقد فيه لاقي غير وقت أو غير نهار أو غير سنة إنه نقدر نعمل هذا الشيء. تراز وجورج يعني بإضافة لوضعكم الصحي ابنك كان يشتغل وتم صرفه من العمل لأنه الوضع الاقتصادي منه منيح صحيح. كمان زاد العبء عليك أكثر والبنتين الصغار ما بيقدروا يشتغلوا بالمدارس عم بيروحوا على المدرسة. الكبيرة سقطت بالبروفينس على 5 سنين تركة تقريبا الصغيرة طلعت بإفادة هلأ السنة سبعون بس أنه لا قادر أجيب لها كتب لا قادر أدفع تسجيل لا قادر أمن دفاتر نايم كله. هي مدرسة رسمية أساساً؟ حطيتها هون بأول شبكة أول ما توصلي. والكتب والإقلام هدول أغلى شيء بعتقد. هلأ هالسنة كتير كارثة. هلأ ما يعني قبل لأ مجاناً كان مظبوط. يعني أنتوا اليوم عايشين من هالمليون و200 ألف اللي عم بتطلعون؟ لأ كمان يعني اسمحي لي إنه هو الإنسان بس يطلع يشتغل تيموه بس ما في شيء اسمه بيقدر يعيشه. أن مجرد ما يدفع أجار طريق أجار بيت كهرباء انتهى المعاش ما عم يبقى لك شيء من المعاش. كيف عم تاكلوا وتشربوا؟ صراحة أنا عندي خيي بقصته على الدورة بجيب من عنده شوية أغراض خبز أو شوية خضرة بس هذا ما بيكفي أنه الإنسان مش كل شوية بدي يروح عند خيه لو كان خيه أنه بيطلب كمان هو عايش عنده عائلة عنده كذا يعني حتى قلل الأشياء مثلا أجبين قلبين لحمات هيك كله ما بدخل على بيتي أنا إلا ما يصير شبي شانس لأن الوضع كتير صعب يعني بس الأمور الأكثر كمان أنه الأدوية إذا لا لحمة ولا دجاج ولا لبنة ولا جبنة ما شو عم تأكل؟ إذا بتفتح البراد أنا ما عندي شيء بس شو بتاكلوا يعني شو بتاكلوا؟ نحن بناكل حبوب بناكل حبوب عدس عدس احمر بصل بناكل معكروني بس انه هذا ما بيكفي الاولاد. نحن انا بقدر اتحمل انا جسمي مكون من زمان وعندي هالقوه بس في عندك اولادي 23 و22 و16 اولاد ما عم بيشوفوا لا حليب ولا الالبان ولا الاجبان انه في غيرنا عندهم اطفال بدهم ياكلوا حليب يعني بعد اصعب من مرحلتي انا يعني نحن ما عم نقدر نعيش كيف غيرنا يعني بالظروف اللي عم تقطع فيها وبعدك كمان عم تفكر بغيرك بعدنا نفكر بغيري لانه الانسان ما لازم يفكر بحاله لو كل انسان بفكر بغيره كان الدنيا بألف خير يعني عامة بالعالم كله مش بس بلبنان. هيدا نداء عم يجيكم شيء يعني قدمتوا على جمعيات في كثير هلا جمعيات عم تساعد اعاشات نحن عنا اعاشات للشؤون الاجتماعيه بيجينا حبوب بس انا شو بدي اجي انا بدي اروح اجيب ربطه خبز انا مضطر انزل عند خيي او ادين حتى اخذ من صاحب انا بياخذ ما عم يوصل منه شيء معك عم ما بيوصل يعني. ما بيوصل عندي كارد بنك انا اخذته بال 2011 بعد حدا لا عم بدفع عليه كل شهر 310,000 بالإضافة غير المصروف هيدا. قديل الكارد إيه؟ الكارد كان 11,750,000 أخذوا مني 18,250,000 قديه بعد باقي؟ بعد باقي 5,700,000 كرمال شو أخذته لل... حتى الحكي بالمدام فوتها على الأوبيتال عملت عمليات عم بياخدوا 20,000 فوايد عليه غير هني 310,000 ليرة كل شهر 310 وهون 335 وأجار مطير وأجار طريق أنا شو بتصور الإنسان؟ اليوم ابنك عمره 23 سنة جرب يفتش على شغل تاني من بعد ما طردوه من صراحة هو عنده موتور بيعبي بنزين 5,000 ليرة بروح بفتش بكسر وين هون على الترومبيت وعلى عفوا مش على الترومبيت على السوبر ماركت بقول له اوكي بعبي طلب بس ما حدا قال له اوكي
يعني هو كمان عندنا الشباب بلبنان كله رايح مستقبله. يعني إذا الإنسان الشاب نحن ما عم نقدر نعيش، الشاب عنده حاجاته، عنده حياته بده يعيشها بعدين، عنده مشروع زواج أو عنده مشروع عمل. طب إذا أجار الشاب ما قادر يطلع أجار يوميته إذا عم يشرب دخان أو مصريفه. عم يأكل شيء مصاريفه 10,000 20,000، كيف بده يبني هالإنسان الشاب حاله بهالبلد؟ شفتك وسام عم تتحدث برا مع شربل، يعني كشاب لبناني عمره 23 سنة شبه فائد الأمل من تعرف الحلو فيه الوضع. إنه شربل هلأ صرنا حكينا منيح، والحلو إنك تفوتي على بيت عن جد بعد عنده كل هالإيمان وكل هالحب للحياة، لأنه أخذ من الاثنين، أخذ من أهله هالحب وهالإيمان واندفاعه، بس بذات الوقت ما عم بحكي مع الأهل، أنا عم بحكي مع شخص عمره 24 سنة عم بيقول لي من وجهة نظره انه هو ما شايف الا اذا حدا اجى وعطاه مصاري او ساعده بفرص عمل. هذا الشخص اللي عمره 24 سنه بده يكون هو كله امل، هو يكون عم ينبش، هو يكون عم بيلاقي. نحن يعني اذا هو عنده كل شيء مأمن له وصعبه، لانه بيكون عم يبني حياته، بيكون عم بيعمل اغلاطه، بيكون عم ما عم بيقدر حتى يكون عنده الفرصه يكون عنده هيدي الشغله. كيف اذا ما في شيء ايه صح، هو كيف اذا ما في شيء حدك، يعني عم بيطلع بقول طب اوكي وبعدين. تصوري كم شخص، كم ولد من 20 ل 25 26 نقي هالعمر كبداية، يعني عم بيطلع عم بيقول انا اوكي شو عندي بكرة الصبح، لشو عم بوعى كرمال اركض ورا شو. اذا هو مثل ما بيو كان عم بيقول انه عم بيروح بس يطلب منهم بالسوبر ماركت انه بليش شغلوني هالجمعة او هالنهار، وحتى هيدا ما عم نقدر نلاقيه، لانه نحن انه بالنهاية في شعب مثل ما هو عايز. فلشارب بعرف انه هلا رح نحكي بعد اكثر، بس انا حدك وان شاء الله خير، ومن عمري كثير قريب من عمرك، فمن اصحاب من خي لخي ان شاء الله خير. انا حدك ورح ساعدك من كل قلبي. انت خبرتني شو رح تعمل، بس صح. هي سوربريز، بس هي سوربريز، وان شاء الله خير. بنضلنا مكفيين نهار ونهار يعني هيدا الوقت اللي لازم كلنا نوقف حد بعض، وكل واحد قادر يساعد بمحل معين على قد ما بيقدر، صح، يكون عم بيقوم بواجباته. تيريز بدي كفي معك على موضوع، انت ادويتك ما عم تاخديهم نهائيا؟ صار لي اكثر من سنه بس دواء السكر وشبيه لألم المستوصف. انا عندي كوليسترول، عندي فقر دم، عندي ضعف بالعظم، فيتامين دي، عندي ربو. هول كل الادويه ما عم بيفوتش نفسي، هم موجودين بس بتحكيهم، ماشي. يعني صعبة، كله بدك بالصيدلية بدك تدفع مصاري، مصاري ما في، يعني بفكر بولادي قبل صحتي. إنه إذا أنا بدي أجيب أدوية لأهلي وخلي ولادي بلا أكل، كيف؟ إنه لا ما بتزبط، ولادي أهم. أنا هيك بفكر. ما في مستوصف قدر يعمل لك إياهم؟ ما عندهم، بس دواء السكر عم بيعطوني. ومثل ما شفتي حضرتك إنه البيت كله يعني ما في شيء ظابط. لا المطبخ إيه؟ ولا الغاز ولا البراد ولا شيء. هو عبارة عن هيدا وأوضة القعدة وأوضة النوم. نحن خمس أشخاص منا جوا. وهون يعني بنقعد وهيك والمطبخ بتقولي شبه مطبخ. بس إنه مقتنعين لأنه مش قادرين نعمل أكثر. بس بدل في إنه إذا مش عندنا شوك عند هالجيل يعني الصبايا وشاب. صحيح. عم تفهموا علي يعني شو قصدي. قالوا نحن كبرنا يعني، بس هن بدل عندهم هالقصة صعبة عليهم. أكيد بدهم أكثر، بدهم أمل، بدهم مستقبل لإلهم، عم بيشوفوا الحياة بالنسبة لإلهم إنه فرص، بعدين عم بيشوفوا الحياة مزبوط شو هي، فهذا شيء كتير صعب عليهم. مثلا أوقات بيوصلوا ليأس إنه ليش مثلا بي رفيقتي أو بي رفيقي بيعمل هيك، وليش أنت يا ماما ويا بابا ما عم تعملوا هيك؟ إنه بتفاهم أنا وياهم بيقتنعوا بيمشي الحال. أكيد. بس إنه أكيد جواتهم في قهر. أكيد يعني صبايا عندهم متطلبات كتير، والشاب كمان بعمره بدي يشوف أصحابه عم بيظهروا عم بيلبسوا ظهرة بالجمعة، يمكن اللي هي هن منهم قادرين أنهم يكونوا موجودين مع أصحابه. حتى أنا رغم وجعي أوقات مثلا بضطر بيبعتني جوزي شو مشوار ما معي حق سيرفيس، بروح ماشي كل أوجه بنت من بناتي بهدوني، أوقات كتير بدو خمار، بس بقول إذا جوزي أمن لي أجار السيرفيس أو التاكسي لا بخليه بجيبهم خبز. حمل كبير وانتو كأهل أهل حلو واحد يقتنع بالحياة، صح، بس قدي بتاعته من قلبكم من روحكم ومن صحتكم لأولادكم اللي هو
ان شاء الله كل بي وام عم بتطلعوا هلا يشوفوا قد ايه حلو هذا الشيء، مع انه شيء مش حلو بذات الوقت انه مضطرين تعملوا هيك، بس كثير بقدر هذا الشيء. حتى بنت صغيره عندها التوى بسنس الظهره، انه صار لي اكثر من شهر قضيتها على حكيم بالمستوصف، ما قادره اعمل لها ايكو ولا قادره احكمها. بدها فيزيوثيرابي. بدها فيزيوثيرابي يا اما بدها تخضع لعملية، لأن عمره 18 خلص بيكون الالتواء تم. لازم تلحق قبل ال 18 قبل النمو العظم، يا فيزيو يا عملية. أنا بالنسبة لأولادي كل احتياجاتهم، كان ملابسهم أو مأكلهم أو كل شيء، أنا عندي غصة، بس هالغصة ما بظهرها، بدل واقف كبطل قدامهم، لأنه ما بدي الإنسان ينجرف. إنسان بس ينجرف بصير وحش. إنسان خلي اللي هو وصل له يعيش منه ويشكر الله. إذا ما شكر الله من الأشياء الصغيرة ما رح يشكر الله بالأشياء الكبيرة. يعني نحن بحاجة أكيد إلى أوبيتال مدام، بحاجة لأدوية، بحاجة إنه هالشاب اللي أنا ما بعرف شو حيكون مسيره حدا يقدر ينقذه. نحن المسؤولين علينا بلبنان وبالعالم كله، لما يصير في ضيقة على شعب المفروض يكونوا كلهم بالأرض، ينزلوا على الشوارع رجال الدين من كافة الطوائف، ينزلوا وينادوا نحن بدنا نغير النظام غص عمين مكان، ما بدنا أحزاب، بدنا الدولة هالقوية هالضعيفة تصير قوية، لأنه الله عطى الدولة هي تنظم أمور العالم. مفروض ينزلوا ويتحركوا لنقال الرب يلي بيكون منكم المسؤول، ينزل أول واحد، مش يقعد بمكانه مأمن له الكهرباء، مأمن له المأكل، الدولارات معه بالبنوك، الحاجات والحشم الحراس، هيدا ما بيمني بلد. منكم ماشي مع الله، اللي بدي يمشي مع الله بدي يمشي هيك. إذا ما بتمشوا بعكس السير بتكونوا أنتم ماشيين تجاه عكس السير الله. أنتم مع مين ماشيين؟ حياتهم ما تأثرت وبيوتهم مضوية وولادهم مكفيين جامعاتهم ومدارسهم وعايشين حياتهم، ما في إلا الناس عم تتبهدل بتنزل يومياً، يعني كان مستشفيات على الترومبات بالصيدليات، ما بقى في محل حتى يوم بيطلعوا لنا بخبرية إنه الخبز بخطر. القلق اللي عايش اللبناني ما شو الانسان اللبناني بده ينزل على ترومبات وعم حطيته على اكل صح. ما معه ياكل. تراز شو بتطلبي من الناس يلي عم يحضرونا؟ انه ينظروا للوضع، يساعدونا بس تا الاولاد يعني يطلعوا من ازماتهم، كان ازمه المدرسه، كان شاب اللي لقى شغل، كان حتى مريم تلاقي شغل، انه ويزبط وضع البيت كرمال الاولاد، مش كرمالنا نحن. ولألك ما طلبت شيء، لألك انت اللي بحاجه لمساعده اكثر شيء، لانك تتعالج وتضلك واقفه على جرك. انا بشوف اولادي مبسوطين، انا بنبسط. شو اقل شيء ممكن بيبسطنا؟ انا كثير بقدركم، هي بس روحكم وقلبكم هي رساله بحد ذاتها، بس بمجرد انه في عالم بمواقف صعبه بس عم بتفكر باولادها، وفي نداء له علاقة بس إنه العالم تحب بعضها وتجتمع مع بعضها، هذا لازم يكون لحاله رسالة، حتى لو ما قلتوا عن مشاكلكم، مع إنه صرنا نعرف كل شيء. وبعتقد هذا أول رسالة، ما بعتقد في أول من هيك رسالة. اللي عم بتقولوه هلا أنا كتير بقدره وكتير بحترمه، كتير عندي احترام وتقدير لكم على اللي عم بتقولوه، لأنه هذا الواحد ما بيشوفه كل يوم. لو معه مليارات الدولارات إذا بيقعد معكم لازم لحاله يطلع له هالحب للحياة، لأنه ياما في عالم معه مليارات الدولارات ما بتساعد وتعيسة، ولازم تفتح عيونه على هذا الشيء. وهذا بيرجع للكلام اللي قلته أستاذ، إنه بخصوص إنه العالم تحب بعضها وتكون مع بعضها، نداء للجميع. وحبك لأولادك ما بعرف، يعني ما فينا نقوله بكلمات، ما بيوصف قد ما نحن نقوله، قد ما نحكي ما فينا نكتشف هذا الشيء. فأنا بس كنت أقول هذا الشيء، إنه قد عندي تقدير واحترام لكم. هيدي لحالة اللي عم تقولوه، هيدي لحالة رسالة.
ونحن كمان بنحبك وبنحترمك. بس هيك كنت بعدك عم تقولي اول ما فات وسام تفاجأت انه حلمي شوفه على التلفزيون يا ريت بقدر اوصل له. وصلت لك عم نقول يا ريت وعم نلاقي اذا هيدا اقل شيء كثير منيح. ان شاء الله يا تراز من خلال هالبرنامج انه بنقدر نشيل قسم من الهم يلي عم تعانوا منه هالناس يلي دائما عم بتساعد كمان تساعدكم بادويه بالادويه بالاكل ان شاء الله كمان نحن بنطمح انه يكون عم نقدر تفوتي وتعملي علاجاتك بقلب المستشفى والعمليه كمان ل استاذ جورج. انا بشكر حضوركم بشكر القيمين على هاللقاء بشكر خينا لأنه الإنسان ما ممكن إنسان يقدر يجي عند إنسان إلا بالحب بناديه هو عنده حب أنتوا عندكم حب بلقاء نحن هيدا رسلتنا من خلال هيدا البرنامج أنه نزور الناس ونساعدهم بهالظروف بالتحديد لأنه الدولة غايبة كلياً والناس عم بتعاني بقلب بيوتها حتى ببيته الإنسان بلبنان ما بقى قادر يعيش يعني مثل ما شفنا بنعتذر للمشاهدين يعني الصورة شوي يمكن معتمة لأنه راحت الكهرباء وما في موتور في تقنين وهالمعاناة اليومية تبع اللبناني وهيدا اللي عم نفرجيه هلأ هون غير الحكي وغير الاحتياجات وغير الزيارة اللي عملناها عم بتشوفوا يعني عم نعتذر من المشاهدين عم بتشوفوا حتى أنه هيدا الشيء مأثر بكل شيء يعني ما في حدا مستثنى هلا الكهرباء انقطعت راحت وقاعدين نحن عم نعطيكم هيدا الشيء يحو الدنيا مطفيه ما حدا يفكر حاله انه هو انا ما رح ادقني ولا شوكه كلنا لازم نوقف مع بعضنا كلنا لازم نكون حد بعضنا ولو حتى واحد احسن من الثاني لانه القصص صارت وثلاث ارباع العالم يلي وقعوا بمصايب كانوا فاكرين هذا الشيء ما بحياته رح يصير وهيك معهم وقاعدين معهم لا مستحيل ما رح يصير هذا الشيء لو نحن بلبنان ولو كله رح يكون منيح ويلا هلا بتتسيسر الامور هلا بنصير ما حدا حتى يلي منيح مستحي يقول هذه الجمله بقى سو بليز هلا الوقت انه نوقف حد بعضنا هلا الوقت انه نفرجي معدننا الشعوب كلها بهالظروف بتبين حالها وبتبين الوانها بهالظروف وسام يعني دائما الحكي مش مثل الشوفة انت مش كتير بعيد عن الاجواء عم تنزل على الارض عم بتكون عم تشتغل مع جمعيات وعم بتساعد الناس بس يمكن بعد مش هالقد بمراحل متقدمه يمكن اكل عم بتلبوا هيك بس لما يكون في مرض بالبيت وقلهم فتره كتير طويله ما عم ياخذوا ادويه بتعجز يعني عن الحكي قدامه اذا صار شيء على الخفيف الواحد اخر نهار عن دواء بيعمل بانيك فاللي عم نشوفه هلا عن جد هن بإيمانهم بس وبحبهم لبعضهم عم بيقدروا انه يعيشوا مع بعض ويعيشوا مرتاحين شوي عليه لانه في شويه امل لا هذا الشيء لازم يعني يتزبط باسرع وقت عم نحكي عن كذا مرض عم نحكي عن كذا دواء عم نحكي عن فترات 6-7 سنين سنتين ثلاثه لمرض معين الواحد عم نرجع نعيد اللي انحكى لانه شو ما نحكي اكثر منه حتى وضع الاولاد يعني محرومين من كل شيء صح ما في شيء عم بيتامنهم وبس طلعنا عرفت انه ايده لشربي المجروحه بدل ما يروح تتقطب بالمستشفى لزقها بالالتيك لانه ما عنده مصاري تيروح يقطب جرح هيدي كمان صدمتني صراحه ايه هلا قلتي لي اياها وانا يعني نحن عم نحكي هلا قدام الكاميرا عاده نحن بنعمل شوز كرمال الواحد يقول شيء زياده بس مش مضطرين نقول شيء زياده اللي عم نحن عم نعرفه وعم بيعرفه يعني الحاله لحالها بتحكي نحن عم نستعين فيكم كفنانين وممثلين كرمال تساعدونا من خلال السوشيال ميديا لنوصل للمغتربين لاخواننا العرب كمان انهم يطلعوا بهاللبنانيه يلي مش بايدهم هن وصلونا لهون صح. ان شاء الله مثل ما انت دعيت انه بالانتخابات كمان الناس تعمل تغيير تعمل تغيير ولو جزئيا بعرف انه الطريق كثير طويل بس انه على القليل ما فينا نرجع نفوت بذات الدباجه انه انا بدي اكون مع مجموعتي او ما انا بدي اكون مع الشيء اللي انا معود عليه انا بدي افكر هلا كيف بدي ساعد حالي وساعد غيري اني اقدر ابني بلد ان شاء الله نقدر ننقي صح بضمير وما نضلنا نطلب مساعدات ما نضل نطلب منكم نطلب من العالم نطلب من اخواننا العرب نطلب من كل اللي حوالينا مغتربين مين ما كان يكون كرمال يقدر بس على القليل خلينا نمرق بهالمرحله
وبذات الوقت وعد انه نحن ما رح نعتمد بس على المساعدات اللي هيدا فخ وانا فيه اكثر من مره، نحن لازم نقيم بحالنا، ف انتم بس كونوا حدنا ونحن ما رح نغزلكم، نحن بدنا نعمل مستحيل كمان نقدر نشد طلوعهم. وسام انا بدي اشكر حضورك معنا وان شاء الله قريبا نطلع كلنا من هالازمه ان شاء الله يا رب. السلطه الحاكمه وصلت اللبنانيه لخيارات صعبه كثير، او الاستسلام لاركان السلطه كرمال فتات، او الهجره وتفتت العيله، او الموت البطيء والذل للحصول على ابسط مقومات الحياه. بس اللبنانيين عندهم خيار رابع، هو خيار تغيير هالأكترية اللي وصلتهم لهون من خلال الانتخابات ومن رفضهم للواقع اللي عايشينه. نحن ببرنامجنا بالرغم من الظروف الكتيرة اللي عم نعاني منها، كان من البنزين ولا قطعة الكهرباء خلال التصوير، رح نكون إلى جانب اللبنانيين مع الأشخاص الخيارين مثل الممثل وسام صليبة اللي كان معنا اليوم، ومثل ما كنا طوال هالفترة مع الحالات اللي عشناها نحن وياكم.